بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على القوس. القوس معروف ان هو عصبي وان هو عاطفي. لا مش برج القوس، معلش الواحد سرح، يعني مش مهم بالابراج ولا حاجه. احنا هنتكلم على ازاي نرسم قوس في الدينامو ان شاء الله. بعد كده في الدينامو نعمل احنا الابراج، بس واحده واحده نبدا بالاساسيات وبعد كده ننطلق ان شاء الله. طيب دلوقتي انا هاخد اعمل سيرش على ارك واقول له مثلا باي 3 بوينت. انا محتاج اديله 3 نقط عشان يرسم الارك بتاعي. الفيرست نوت، الفيرست بوينت، السكند بوينت وليكن مثلا ديت، وبعد كده الثيرد بوينت. هيرسم لي القوس بالثلاثه ديت، رسم هو من خلال الثلاث نقط. تمام. طيب تعال نشوف في الارك هنا ايه الحاجه اللي احنا ممكن نرسمها. وليكن مثلا باي سنتر بوينت اند ريديوس، او خدنا 3 بوينت. اي خلينا نرسم مثلا من خلال ال start point end point start tangent. طيب هقول له اول نقطه اهيت start point، ثاني نقطه اهيت ال start agent، هدي له فيكتور وليكن مثلا انا هشتغل على زد اكسس. فرسم لي قوس بالشكل دوت. تمام. طيب ده هنشوف ايه الاقواس التانية اللي ممكن نرسمها. ارك او بيديني طرق كتيرة، كل ده تبع الجيومتري، هتلاقي فيها اكتر من طريقة. في عن طريق مثلا ان انا ادي له ايه، خلينا نرسم سنتر بوينت، ستارت بوينت، سويب انجل، النورمال. هدي له سنتر بوينت بتاعتي اهيت، الستارت بوينت اهيت، خلينا ناخد مثلا النقطه ديت. سويب انجل هبدا اديله انا الزاويه اللي انا عايزها، اقول له انا عايز نمبر وخليها نمبر سلايد، واقول له هنا ده خليها من الصفر ل 360 360 درجه، والستيب بتاعتي واحد. تمام. ده هوصله اهو السويب، وهقول له خد لي الزد هو الفيكتور بتاعك. تمام. طيب هقول له بقى ابدا ارسم لي القوس بتاعي. زي ما انت شايف بترسم من اول صفر ليه ال 360 بالطريقه ديت. احنا شفنا كده كام طريقه تقدر ترسم بيهم الاقواس زي ما انت عايز.